السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، شاهدوا كيف كانت ردة فعل هذا الافريقي بعد ان ضيع لاعب المنتخب المغربي اشرف حكيمي ضربة جزاء ضد منتخب جنوب افريقيا في كأس افريقيا. تابعوا معنا هذا الفيديو. Achraf, tu es interdit par des princes pour les 3 millions. Oh putain, regarde ça. Et bing. T'as demandé la VAR, maintenant t'as la barre. Ah.